مرحبا بكم متابعينا مباشرة من قلب الحداثة. إن شاء الله اليوم سوف نرى الأسمنة التي يقول عليها سي أخنوش بأنها مناسبة وبأنها مرقبة، أسمنة الخضر والفواكه. لا تنسوا تبارطاجيو هذا الفيديو وكذلك تبارطاجيو معنا في التعليقات الأسمنة اللي كتواجد في كل منطقة. بالنسبة للثمن ديال الفريز حاليا اليوم وجدناه بالسوق، يعني ليس بالمحلات ولكن بالسوق، سوق الخضر كيصل 16 درهم حتى 15 درهم، إلى 12 درهم إلى 15 درهم. الثمن ديال المطيشة كان 9 دراهم إلى 10 دراهم. الثمن ديال الفلفل الأحمر كان 8 دراهم حتى هو إلى 10 دراهم، كتروح ما بين 8 دراهم حتى 10 دراهم. بالنسبة للثمن ديال الفواكه في السوق كيفما لاحظتوا، التفاح كان الثمن ديالو 10 دراهم كيف ما لاحظتوا بان النوع ماشي النوع الممتاز، وكذلك الخضر اللي كتواجد بالسوق اليوم ما كانتش خضر يعني ممتازه او جيده كيف ما تقول، يعني الخضر لا باس بها، فقط فريزه دخلت فريزه مزيانه ولكن فريز عامل شحال البصل 13 درهم قلت حتى 15 درهم. بالنسبه للقوق 7 دراهم كما كتلاحظوها هو معنا في الصوره، القوق 7 دراهم، البصل كذلك 7 دراهم، البنان فقط هو اللي كان الثمن ديالو 8 دراهم، ولكن البنان ماشي الاكسترا، بنان يعني عادي، زياده على الثمن ديال القمح اللي قالوا بانه ما غاديش يعرف زيادات او الارتفاعات في الاسعار، وبان الدوله يعني كتعاون بواحد النسبه، والقمح ما كيتواجدش القمح الممتاز في السوق، يعني حتى الثمن ديالو مرتفع جدا، وحتى الخضر والفواكه كيف ما لاحظتوا معنا، انا حاولت انني نمشي للسوق واخا هو بعيد شويه، السوق ما كاينش فيه خضر ممتازه، ما كاينش فيه فواكه ممتازه، يعني الخضر كيف ما شفتوا معنا وكيف ما لاحظتوا بانها يعني لا باس بها، وكذلك الفواكه لا باس بها، بان الخضر الممتازه والفواكه الممتازه يتم تصديرها، هذا الشيء كيخليو المواطن غير كما كنقولوا دارجة الشياطه، كتبقى لنا غير الشياطه. والاثمنه مرتفعه جدا. انا كنشوف الناس العائله كيتواجدوا في اسبانيا، الثمن ديال الفريز عندنا هنايا غلا من الثمن ديالو في اسبانيا، هو الفريز ديالنا اللي كيتصدر لاسبانيا، الثمن ديالو في اسبانيا رخص من الثمن ديالو هنا في المغرب، داخل المغرب. الثمن كذلك ديال الفواكه نفس الشيء، بالنسبه للفواكه التفاح نقص عندنا اليوم، جبرتو انا في السوق كيدير 16 درهم. شحال قلتي لي فريزه؟ نقص في اسبانيا ارخص من نقص اللي كيتواجد عندنا هنايا في المغرب، التفاح كذلك. والمشكل الكبير هو ان هاد الاسعار اللي كنشوفوا حاليا هي كتزيد تغلى منين كيوصل شهر رمضان، يعني منذ اقتراب شهر رمضان هما كيزيدوا يغليوا في الاسعار. دابا الطماطم 10 دراهم، الاسبوع المقبل تقدر توصل 14 درهم ولا 13 درهم، من هنا رمضان كتوصل 20 درهم 22 درهم، والبصل كذلك كيوصل 15 درهم 14 درهم، بما يعني ان خص هادشي هذا يكون فيه تدخل وتدخل سريع، وداك المراقبه اللي كيدويو عليها كيقولوا بان كاين مراقبه الاسعار خصها تكون حقيقية، خصها تكون مراقبة. ما نساوش البارتاج وشكرا، إلى اللقاء.